بعد مضي 10 سنين على الصلح وإمارة معاوية بن أبي سفيان، عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد، فأرسل إلى جعدة ابنة الأشعث وهي زوجة الإمام الحسن عليه السلام أن سمي الحسن وأزوجك يزيد. وهكذا دست جعدة السم للإمام. ضعت الخبيثة السم في شربة من لبن، وكان الإمام الحسن عليه السلام صائما، فلما صار وقت الإفطار قدمت إليه جعدة ذلك اللبن المسموم فشربه الإمام، فلما سرى السم في بدنه الشريف بمجرد أن شرب إمامنا من ذلك اللبن المسموم أحس أن أحشاه تتقطع بالسكاكين. واستشهد عليه السلام بعد معاناته وصراعه مع الألم 40 يوما، وفاضت روحه الطاهرة في 7 من شهر صفر 50 للهجرة. فالسلام على الإمام الحسن يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.